حنة الأحباب هي واحدة من التقاليد التي تسبق يوم الزواج في الجزائر، والتي يتم إحياؤها في جميع ولايات الوطن، كما تختلف من منطقة لأخرى، رغم أن الجامع بينها واحد وهو رمزية الفأل الحسن، ولكن بطرائق مختلفة. الشائع أن هذه احتفالية حنة الأحباب تقام في الجزائر للمرأة وكذا للرجل، أما بالنسبة للمقبلة على الزواج فترتبط عادة بيوم قراءة الفاتحة، أي الزواج وفق الشريعة الإسلامية، والذي يلي غالبا عقد القران الإداري. أما العريس فيقيم مع أهله وأصدقائه حفلا بسيطا، ويتناولون طبق طعام تقليدي، كما ترفق بعادة إهداء المال للطرفين أو ما يسمى بتاوسة الزواج. إن حنة الزواج رمزية واحدة وطقوس متنوعة بنية بناء أسرة جديدة وتفاؤلا بإنجاب البنين والبنات.